رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية منوها بعمق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمه التعاون الاسلامي بشان وضع اقليه الروهينغا المسلمه في ميانمار وما اكد عليه الاجتماع ايضا من ادانه مطلقه لجميع الانشطه الاستيطانيه غير الشرعيه التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه المحتله ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقا شمال غرب باكستان والهجوم الذي استهدف معسكر للجيش في شمال شرق مالي وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الامنيه من مهام في مكافحه الارهاب والاطاحه باوكاره وخلاياه وعناصره واضعاف المقومات التي يعتمد عليها الارهابيون في الاعداد لمخططاتهم الاجراميه بهدف الاخلال بامن الوطن واستقراره منوها في هذا السياق بالانجاز الامني الذي حققته الجهات الامنيه خلال مداهمتها لوكرين لخليه ارهابيه بشكل متزامن في محافظه جده وتمكن الجهات الامنيه من القبض على احد المطلوبين المتورطين في الانشطه الارهابيه بالقطيف التي تستهدف ارواح الابرياء واثاره الفوضى وتخريب المرافق العامه والاخلال بالنظام العام